إذن متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي مباشرة من مدينة بن سليمان. إذن صباح الخير للجميع، صباح النور لكل متابعينا الكرام، صباح النور لكل متابعي قناة شوف تيفي. إذن ساعات ونودع السنة الحالية 2021 واستقبال عام جديد. متابعينا الكرام، كيفاش كتعيشوا اللحظات الأخيرة من العام الثاني في زمان كورونا؟ متابعينا الكرام، ساعات ونودع السنة الحالية 2021 واستقبال عام جديد، كيفاش كتعيشوا اللحظات الأخيرة من العام الثاني في زمان كورونا؟ متابعينا الكرام، إذا صباح الخير للجميع، صباح النور لكل متابعينا الكرام، صباح النور لكل متابعي قناة شوف تيفي. إذا فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. إذا صباح الخير لكل متابعينا الكرام، صباح النور لكل متابعي قناة شوف تيفي. ساعات ونودع السنة الحالية 2021 واستقبال عام جديد، كيفاش كتعيشوا اللحظات الأخيرة من العام الثاني في زمان كورونا؟ متابعينا الكرام، إذا صباح الخير للجميع، صباح النور لكل متابعينا الأوفياء. كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. إذا متابعينا الكرام، موضوع ديالنا اليوم هو يعني ساعات قليلة ونودع السنة الحالية 2021 واستقبال عام جديد، فكيفاش كتعيشوا اللحظات الأخيرة من العام الثاني في زمان كورونا؟ متابعينا الكرام، كيفاش كتعيشوا اللحظات الأخيرة من العام الثاني في زمان كورونا؟ لأن صباح الخير للجميع، صباح النور لكل متابعينا الكرام، صباح النور لكل متابعي قناة شوف تيفي. إذا متابعينا الكرام، كيف ما كنعرفوا كاملين أن الساعات قليلة وغنودعوا السنة الحالية 2021 وغنستقبلوا عام جديد. متابعينا الكرام، كيفاش كتعيشوا اللحظات الأخيرة من العام الثاني في زمان كورونا؟ متابعينا الكرام، إذا صباح الخير، صباح النور، صباح الوردة، صباح الياسمين. كنتمنى متابعينا الكرام أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. متابعينا الكرام، يعني ساعات قليلة تفصلنا أو نودع السنة الحالية 2021 ونستقبل سنة جديدة. متابعينا الكرام، كيفاش كتعيشوا اللحظات الأخيرة من العام الثاني في زمان كورونا؟ متابعينا الكرام، فصباح الخير للجميع، صباح النور لكل متابعينا الكرام، صباح النور لكل متابعي قناة شوف تيفي. فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. إذا متابعينا الكرام،
ساعات ونودع السنة الحالية 2021 وغنستقبلوا سنة جديدة 2022. كيفاش كتعيشوا اللحظات الأخيرة من العام الثاني في زمان كورونا؟ فصباح الخير، صباح النور، صباح الوردة، صباح الياسمين. متابعينا الكرام، هاد السنة كانت مليئة بالمفاجآت سنة كانت مليئة يعني بالأفراح والمسرات. متابعينا الكرام، فساعات قليلة ونودع السنة الحالية 2021 ونستقبلوا سنة جديدة. كيفاش كتعيشوا اللحظات الأخيرة من العام الثاني في زمان كورونا؟ متابعينا الكرام، إذن متابعينا الكرام، صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين. كنجدو بكم ترحاب معنا في هذا البث المباشر الصباحي مباشرة من مدينة بن سليمان. فمتابعينا الكرام، الموضوع ديالنا هو ساعات قليلة وغنودعوا السنة الحالية 2021 وغنستقبلوا سنة جديدة 2022. متابعينا الكرام، كيفاش كتعيشوا اللحظات الأخيرة من العام الثاني في زمان كورونا؟ متابعينا الكرام، إذن متابعينا الكرام، كنجد بكم الترحاب معنا في هذا البث المباشر. كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. ساعات قليلة ونودع السنة الحالية 2021 ونستقبل سنة جديدة 2022. كيفاش كتعيشوا اللحظات الأخيرة من العام الثاني في زمان كورونا؟ متابعينا الكرام، إذن صباح الخير للجميع، صباح النور لكل متابعينا الكرام، صباح النور لكل متابعي قناة شوف تيفي. إذن متابعينا الكرام، كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. إذن أجواء جميلة، أجواء صباحية أكثر من رائعة بمدينة بن سليمان. وانتوما كيف صباح الجو عندكم في المدينة ديالكم؟ متابعينا الكرام، كنتم معنا في بث مباشر صباحي مباشرة من مدينة بن سليمان.